معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من البصرة الكاتب والصحفي سيد سعد دغمان. مرحبا بك يا أستاذ سعد معنا. إذا القضاة المعنيون لإجراء العد والفرز اليدوي قرروا إعادة العد في المراكز المشتكى عليها، هل هذا الإجراء سيسقط تهمة التزوير والتلاعب عن العملية الانتخابية كلها؟ اهلا وسهلا بك اخي وقناتكم الكريمه، حياكم الله ومشاهدي الكرام. وحياك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه هذا الاجراء يراد منه خلق ازمه جديده كما اعتاد البرلمان او مفاصل الحكومه بخلق ازمات تغرق البلاد ويغرق فيها الشعب ليحققوا بعض من ماربهم كما يقال. الأزمات تخنق الشعب منذ مجيئهم إلى السلطة إلى اليوم منذ 15 سنة حتى هذه الساعة، وما أزمة الانتخابات الأخيرة طبعا واحدة من هذه، التزوير في الانتخابات. العد والفرز سواء كان جزئي أو كلي، العملية برمتها الكل اعترف بأن الانتخابات مزورة والصناديق تم تزوير البطاقات فيها لصالح جهات معينة، ومن ثم حرقت الصناديق وجرى ما جرى لتغييب الحقائق، وهذه كلها تدخل في سياق خلق أزمات يعيش فيها الشعب في دوامة مستمرة لا تنقطع حتى ما أن تنتهي واحدة حتى يبدأوا بأزمة جديدة كما في خبركم الآن حول تمديد مهلة البرلمان. طيب سيد سعد، يعني لجنة تقصي الحقائق النيابية طلبت الحكومة بإبعاد 13 مسؤولا من المفوضية قبل الشروع بالعد والفرز اليدوي، يعني إذا كان هؤلاء المسؤولون متهمين بالتزوير فلماذا لا يحالون إلى القضاء ويكتفى فقط بإبعادهم؟ من يحيلهم للقضاء أخي نصير؟ هم يعملون، هم المفوضية كلها تعمل لصالح أحزاب معينة تسمى بالمستقلة ولا تحمل من هذا المسمى أي معنى. كل الموجود في المفوضية، هذه مفوضية الانتخابات، عائدين لأحزاب معينة يتم تعيينهم أو إشراكهم في هذه المفوضية من قبل رؤساء الكتل ورؤساء الأحزاب المسيطرين، أمراء الحرب المسيطرين على المشهد العراقي برمته، أصبحوا يمتلكون الأموال والميليشيات التي تدير الوضع الأمني في البلاد، مسيطرين عليه من قبل هذه الميليشيات ويتحكمون بالمفوضية وغيرها. فإن كان 13 أو المفوضية برمتها، هي كلها غير مستقلة وتابعة لتلك الجهات أو الأحزاب التي تشارك في هذه العملية المخابراتية المراد منها القضاء على الشعب العراقي. نعم. الآن سيد سعد، اللجنة القانونية النيابية عدت قرار المفوضية، مفوضية الانتخابات بالعد والفرز اليدوي، عدته يعني خرقا لقانون الانتخابات وحكم المحكمة الاتحادية في هذا الشأن. ما تفسيرك لهذا التضارب في التفسيرات القانونية جهات تعمل ضمن مؤسسة واحدة؟ هم أخي العزيز هم يجيرون القرارات أو القوانين لصالحهم فقط، لا يلتزمون بأي قرار سوى القرار هذا. قرار الأخير صدر عن المحكمة بإعادة الفرز العد والفرز اليدوي بشكل كامل، تأتي المفوضية لتقول بشكل جزئي وفق القانون وفق الدستور الذي وضعوه هم، لا يعتبر خرق وفق هذا القانون، فكيف يلتزمون بقوانين تؤكد تزويرهم وتؤكد انحطاط أعمالهم أو تسلب منهم بعض المنجزات التي أو بعض المصالح التي أو المكاسب التي يريدون؟ الآن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وحتى مجلة ذا ويك الأمريكية يعني توقعتا تعرض العراق لموجة عنف مسلح إذا ما أسفر العد والفرز اليدوي إلى تغيير في النتائج الحالية. ما تفسيرك لهذا التناول من الصحافة الأمريكية الآن، ومن المقصود بالأطراف المقصودة التي تدفع باتجاه الفوضى الأمنية والعنف بحسب وجهة نظر الصحافة الأمريكية برأيك؟ الصحافة الأمريكية صحافة استقصاء وصحافة مهنية، تدفع و تذكر وتقيم الوضع بشكل قريب إلى الحقائق مباشرة، وهم مهنيون طبعا ومطلعون على الشأن العراقي بكل تفاصيله.
الأحزاب أو الجهات هذه التابعة لإيران لا تريد الاستقرار للعراق واستقرار الوضع الأمني في العراق، لذلك تدفع بهذه الاتجاهات بكل تأكيد لمصالحها ومصلحة إيران، لتستبعد بعض وليس الشرفاء، بعض الشرفاء الذين في مفاصل هذه العملية حتى لا يخدموا العراق أو حتى لا ترتفع أصوات الشرفاء في المشهد السياسي العراقي. أشكرك الشكر الجزيل. هاتفيا من البصرة الكاتب الصحفي سعد الدغمان.